السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إنه أحبكم جميعا في الله. سكر وسكرة بيجهزوا في العش، ولحظات من اللحظات النادرة للفيشر وهو بيقطع القش وبيدخله جوه البيت. أسيبكم تستمتعوا، أحلى تحية ليكم، وإنه أحبكم جميعا في الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.